الأوائل والرعيل الأول من الثوار، هو من مواليد 1937 بعين الخضرة باركة بولاية المسيلة، ينحدر من عائلة محافظة، والتحق بالثورة في جبال الأوراس في 3 مارس 1956. وبالعودة إلى مسيرة الفقيد، تحدى محمد صالح يحيوي الموت مرات عديدة، حيث أصيب خلال 10 مواجهات مع العدو بما لا يقل عن 18 إصابة. إذا نعود للزميل وليد مهاجي المتواجد أمام منزل الفقيد. أهلا بك وليد. صباح الخير زميلتي عقيلة، صباح الخير مشاهدي الكرام. بالفعل الآن نحن متواجدون هنا أمام منزل العقيد المرحوم محمد الصالح يحيوي، الذي وافته المنية اليوم على الساعة 2 صباحا بمستشفى عين النعجة. المرحوم غني عن التعريف، وهو أحد مؤسسي أو مجلس الثورة في عهد الرئيس هواري بومدين، معروف أيضا باسم أكبر جريح في الثورة الجزائرية. لكي لا نطيل أكثر، يحضر معي أخ وشقيق المرحوم محمد الصالح يحيوي. وعبد السلام عظم الله أجركم، ربي يحفظكم إن شاء الله من كل مكروه. يعني فاجعة وقعت عليكم وعلى العائلة وعلى الجزائر بأكملها، ماذا يمكن أن تقول ربما لهذه الفاجعة؟ نقول ربي على كل حال يحفظ الجزائر إن شاء الله، وربي على كل حال يكون يعني يكون مثال الأعمال تاعو، تكون مثال وقدوة للجيل الحاضر والمستقبل إن شاء الله، لأن الخدمات نتاعو اللي قدمها قدم تضحيات كبيرة سبحان الله. نعم. سواء إيه. ربما أنه الفقيد المرحوم محمد الصالح هو يعني أكبرك سنا، وش هي يعني الحاجة اللي بقات يعني في الذاكرة تاعك معه؟ الذاكرة نتاعي هو أن الدماثة نتاعو والشجاعة نتاعو والإخلاص نتاعو والتضحيات نتاعو، لأن شاهدت منه أشياء كثيرة، يعني شاهدت منه أشياء كثيرة من أجل، على كل حال هو نبذ الذات، نبذ الذات من أجل الوطن ومن أجل الجزائر. هذا الشيء اللي نعرفه على سي محمد صالح أيام. ربما محمد الصالح معروف بأخلاقه الحميدة، أيضا بوقفاته في تاريخ الجزائر، ربما معروف في كل جبال الجزائر صح التعبير. الجزائر في يذكروا أنه في، ولو أنه كان رفيق بالنسبة لي أنا، في مرة كان على كل حال في اجتماع، وكانوا على كل حال القوات الفرنسية سمعت به في الاجتماع هذاك، ومن الشجاعة نتاعو قالوا له، هاو جا العسكر قال لهم ما نصدش منه حتى نكمل الخطاب نتاعي، وعند ذلك نغادر هذا المكان. أبقى كمل الخطاب نتاعو، والقوات الفرنسية كانت محاصرة وقدر يفك الحصار ومشى منه كذا، وما خافش من القوات الفرنسية. نعم بالفعل، وذلك ما سمي بأكبر جريح في الثورة الجزائرية. لكن سميه جريح لأن معركة واحدة تبليس فيها 14 بليسور، وكان في المنطقة الثانية يسميه الجنود يعرفوه، يسميه الشهيد الحي. الشهيد. الشهيد الحي، الشهيد اللي ما زال حي، يعني كان كذا. وكاين المعركة اللي تبليس فيها من رجليه للزوج، داروا له كمين العسكر، كان ماتلهم على كل حال كولونال، داروا ماتلهم كولونال وداروا له، سمعوا به وداروا له كمين وقدروا يصيبوه في رجليه للزوج. أنا الشيء اللي سمعته من القائد الكتيبة اللي كان معاه، قال له سي إبراهيم إذا كان عارفهم رايحين يلقوا عليها القبض أعطاله الروفير تاعو، قال له اقتلني، قال له اقتلني، قال له اقتلني، قال له ما يديونيش حي. والضامن مع جات الكتائب على كل حال من كل جهة، وحماه سي محمد صالح وداو حتى الكيمل، الكيمل ثم في كازما ثم، وبقى سي محمد صالح حتى لتوقيف القتال. وكي كان في توقيف القتال على اللي شاهدوه كان مبليس يمشي على كاكز هكذا، يمشي على كل حال على ككس. نعم، إذا المرحوم محمد صالح ربما ما قدم للثورة عانى الكثير ربما من مرضه الأخير، ممكن تكلمنا شوية عن المعاناة اللي عانها المرحوم؟ هو عانى على كل حال من المرض هذا اللي أصيب به على كل حال، وكان تقريبا يعني حتى العناية كانت ميش على كل حال، ولكن نقول قدر الله وما شاء فعل. هو كان صبور، كان على كل حال متحمل الألم، ويقول لي دائما هو كي نجي له يقول لي كاين عندي سطر كبير، عندي ألم كبير، ولكن ما كشفولوش المرض
حتى راح الأردن، وعندما ذلك لقوا أنه مصاب بكرياس ومصاب في الكبد ومصاب في كذا، وجابوه على كل حال وقعد 7 أيام في مستشفى نتاع كذا ومات، وكان عانى كثير، عانى كثير سي محمد صالح. يعني بقى مدة أسبوع هنا في مستشفى عناجة. أسبوع في مدة، جابوه بالخميس مات بالليلة الجمعة. قعد سمعنا. رحم الله الفقيد، ربما إذا ممكن تعطينا ربما ولو معلومة أين سيدفن المرحوم؟ المرحوم سيدفن في مقبرة سيدي يحيى. ويصلوا عليه على كل حال في الجامع بعد صلاة الجمعة. ويدفن في المربع وين راهم كاينين على كل حال بعض المجاهدين كما مهري كما كذا، يدفن ثم معهم ان شاء الله، ونتمنى له الرحمه ان شاء الله. سي محمد صالح يحفظ القران الكريم، يحفظ القران الكريم. ايه محمد صالح يحفظ القران الكريم، احفظنا القران الكريم مع بعضنا، مع بعضنا يحفظ القران الكريم ويقرا في معهد عبد الحميد بن باديس، وكان عنده نية باش يروح يبعثوه في البعثة نتاع إلى مصر، ولكن من أجل الثورة تخلى على البعثة وراح على كل حال التحق بالثوار والتحق بجيش التحرير. إذا زميلتي عقيلة، هذه ربما ولو صورة بسيطة عن المرحوم الراحل محمد الصالح يحياوي الذي قدم الكثير والكثير للجزائر، هذه بشهادة الأخ عبد السلام يحياوي. الجنازة إن شاء الله رحم الله الفقيد ستكون بمقبرة سيدي يحيى إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. نعم، شكرا لك زميل وليد مهاجري، كنت مباشرة من أمام منزل الفقيد. التحرير الوطني نستمع. بعد وفاة بومدين، وكان هو كما تعرفوا كان مرشح، ولكن ضحى عندما جاء الاسم تاع شاذي ضحى حتى لا يقع على كل حال فتنة داخل المؤتمر، ضحى انسحب روحه وخلى الشاذلي هو اللي يترشح. نعم. إذا كلها تضحيات قدمها المرحوم الراحل زميلتي عقيلة. نعم، خصال الفقيد على لسان شقيقه. شكرا جزيلا لك الزميل وليد مهاجري. إذا نتابع بقية الأخبار في شأن السياسة.